عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. مش هطول عليكم ان شاء الله في الفيديو ده يعني، بس انا عندي نصيحة ليك تاخد بيها او ليك تاخدي بيها، مالكيش تاخدي بيها او مالكش تاخد بيها، لكم كامل الحرية فيها. نصيحة تخص الدين اللي انت هتتحاسب بيه امام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب. نصيحتي ليك او ليك، خد معلوماتك الدينيه من حد بيصدغ لك دين وهو حياته بايظه. لو كان بينفع كان نفع نفسه، والله لو كان بينفع كان نفع نفسه، فهو بينقل لك اللي فهمه، عشان كده هتلاقي حياته بايظه. فانت نصيحتي ليك ما تاخدش دين من حد حياته بايظه مش نافعه، فهو ببساطه بينقل لك اللي فهمه، وبينقل لك الفقر اللي عنده، وبينقل لك المعلومات اللي هو حرفها اصلا وما فهمهاش، عشان كده هو مش مستفاد. معلوماتك الدينيه من الشخص اللي مستفاد بيها في حياته، اللي ضايق نعمه ربنا سبحانه وتعالى وباين عليه، وانت شايفها، انت شايفها فيه. ده اللي تاخد المعلومات الدينيه منه، لان ده تقريبا ده ممكن يكون هو اللي بيتكلم الصح. اما الشخص التاني اللي هو ما هوش فاهم وبيصدر لك دين بيفهم وبيقول لك، ما تاخدش منه. لو حياته بايظه ما تاخدش منه، انت الخسران بجد والله، انت الخسران او انت الخسران راش يعني. وما انتش من الناس اللي هي يعني مهتمه بالقراءه وحابب انك انت بتاخد من الناس وانت مسماه علماء، فانت خد من الشخص في الدين بالذات، خد معلومات الدين اللي انت بتعيش بيها وبتربي بيها اولادك وبتعمل بيها اسرة، خدها من حد يكون هو يعني هو فيه نتائج منها، انت شايف ان عليه النتائج دي، ساعتها تسأله، ساعتها تاخد منه، ساعتها كده بالظبط تاخد منه، لانه نفعاه اللي بيقولوا نفعه ربنا سبحانه وتعالى عطيله من واسع ابوابه، لانه بيقول للناس معلومات صحيحة في الدين. فنصيحتي لكم النهارده يا اخواتي في الفيديو ده، ما تاخدش اي معلومات دينيه من حد حياته متدمره. بتسمع لحد انت ما بتقراش، بتسمع لحد او بتسمع لاي حد، شوف حياته الاول، او شوف حياته الاول عامله ايه، كويسه، ضايق من نعمه ربنا سبحانه وتعالى، مستمتع بالصدقات اللي هو بيطلعها وبيصدرها للناس وربنا بيديله اضعافها زي ما قال لنا، تمام، اخد منه، ابدا ان انا اتعلم منه، اخد منه وانا مطمن، تمام. لكن ما اروحش اخد معلومات الدينيه اللي بربي بيها اولادي وبعمل بيها اسره وبعمل بيها وهتحاسب بيها امام ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا طالما ما بقراش ما ببحث مش بتعلم، يبقى نقي بقى الشخص، ابص على حياه الشخص اللي انا باخد منه معلومات الدينيه اللي بربي بيها اولادي. ده بالظبط كده هنسميها ان هو علم بيقوله وربنا سبحانه وتعالى مكافئه، لانه بيتكلم وبيطلع لك معلومات صحيحه. وبرضه تكمله للنصيحه في الفيديو، اي بني ادم على وجه الارض بتسمع له خصوصا في الدين، خصوصا في الدين، صدقني فكر في كلامه، فكر في كلامه، وعندك قلب استفتيه. اهم شيء ده النعمه اللي ربنا اعطانا دي، نعمه القلب. استفتي يعني انت تفكر في كلام اللي يقول لك في الدين، تمام، فكر في كلامه، تمام، وبعدين اسال. طالما ما بتقراش وما بتبحث، اسال حد تاني، واسال واسال واسال، وفي الاخر تستفتي قلبك، هل كلام الشخص ده صحيح او لا. لان انا زي ما قلت لكم قبل كده، اي بني ادم على اي انسان او انسان على وجه الارض، ربنا سبحانه وتعالى عطاك اللي يرشدك عند الـ عند الـ عند الذنب، واللي يرشدك عند الصدقه والحسنه جواك، زي ما قلت لكم قبل كده. انت عندك لما بتيجي تعمل الغلطه فبتلاقي هاتف جواك عمال يقول لك اللي انت عملته ده غلط،
لما بتكون رايح لزام بتعمل وانت لسه ما عملتوش، فبتلاقي برضو الهاتف ده بيقعد بيتكلم معاك ويقول لك انت كده ماشي في سكه غلط، لان دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى للانسان اللي خلق. خلي بالكم، خلي بالكم يعني للتذكير من الاخ لاخوكم، ده انا عارف ان انتوا عارفينها، مش بقولها يعني بس دي للتذكير بس مش اكتر. يعني الدنيا هتخلص، الدنيا كده كده هتنتهي، لابد من يوم الوقفة أمام ربنا سبحانه وتعالى، لابد هيجي يوم نتحاسب على كل كبيرة وكل صغيرة عملناها في رحلتنا الأرضية، فهتخلص هتخلص. فانتبه يا أخويا أو يا أختي، انتبهوا، ده للتذكير، مش بقولها يعني لا سمح الله عليكم، أنا عارف إن أنتوا عارفينها كويس، بس إحنا بنذكر بعضينا، إحنا أنا بذكركم بس مش أكتر. يعني الدنيا كده كده هتنتهي، هتخلص، وهنقف أمام ربنا سبحانه وتعالى. فأنت خليك حريص، حريص من المعلومات الدينية اللي أنت بتاخدها من أي شخص، طالما أنت إنسان ما أنتش فاضي تقرأ أو ما أنتش فاضي تبحث. ما هو في ناس أفاضل كتير برضه، عشان ما نتهمش حد، في ناس أفاضل كتير جدا كلامهم 100 يعتبر 100% في الدين، ما نقدرش نقول عليهم حاجة. ولكن انت تنقي، ما روحش ياخد معلومات الدينية من حد حياته بايظة. مرة تانية بقولها لكم او تالتة بقولها لكم، لو كان بينفع كان نفع نفسه، هو بيصدر لك الفهم اللي فهمه، بيقول لك الفهم اللي فهمه، ما بيقولش اكتر من كده. فانت تنتبه او انت انتبهي، بسمع لحد بيكلمني في الدين وباخد منه وبقول لاولادي، واولادي بيقولوا لاولادي، وبتبقى اسرة اصلا بتتربى على كده. لو غلط فهي غلط، وخلي بالكم لو فيه مدرس، لو فيه مدرس بيعلم بس في 50 طالب وبيقول لهم في غلط، بيصدر لهم غلط، تخيل ال50 طالب دول هيتعلموا ايه؟ ما هم هيكبروا على الغلط، وحياتهم هتتبني على الغلط، وهيكبروا وهيربوا اجيال على الغلط. فعشان كده هو الفيديو النهارده موجه ليكم من نصيحه من اخ ليكم، لاي حد بيشوف الفيديو سواء على القناه عندي او مش على القناه عندي، انتبه يا اخويا، الشخص اللي انت بتسمع له في الدين بالذات ده تاخد بالك، بص على حياته الاول، شوف نظره النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها موجوده عنده فيه وفي ونفعها في حياته ولا لا. صدقني انا بقول لك، ان ما كانتش نفعاه في حياته ما تسمعلوش، ما تاخدش منه، دور على حد تاني يكون نعم ربنا سبحانه وتعالى باينة فيه. انا عمري ما هقول لك معلومه وهي عند ربنا سبحانه وتعالى صحيحه ودي اسمها صدقه، صدقه، والصدقه بترجع باللي انت عايزه في حياتك من اموال ومن كل شيء واضعاف، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا. انت انسان ما بتبحث وما بتقراش في الدين بالذات، يبقى تدور على الشخص اللي هو ربنا سبحانه وتعالى نفعه بالعلم اللي هو بيقوله للناس، ده تسمع منه وبرضه تفكر في كلامه، زي ما قلت عشان بس ايه ما ننساش، وبرضه تفكر في كلامه وتسأل واحد واثنين وثلاثة وعشرة، وفي الاخر تستفتي القلب اللي ربنا سبحانه وتعالى عطهولك. تمام، هو ده كان فيديو معاكم النهاردة، الحمد لله ما طولتش عليكم ولا حاجة. وخليني بس اذكركم بحاجة، انا اتفقت معاكم عشان برضو الشخص اللي بيجي يشوف الفيديو لو هو لسه جديد عندي، انا هتلاقيني بنزل كل يوم حاجة متنوعة في قناتي، مرة ضحكة، مرة فيديو مضحك مع اولادي، مع نفسي، معلومة، المهم يبقى للافادة، عشان برضو انت ايه ما تستغربش هو الشخص ده بيتكلم في ايه، في نصايح دينية وبعد كده بيعمل فيديوهات بطريقة تانية، لا هو يعني انا حابب كده عشان ما اكونش متكتف بحاجة واحدة. تمام، مش هطول بقى عليكم على كده، مش هطول عليكم بقى اكتر من كده، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.